الآن مشاهدينا كما نتابع عبر الحدود إلى بولندا، حيث اللاجئون من أوكرانيا يتوافدون نزوحا عبر الحدود إلى بولندا. كانت هناك العديد من الأخبار العاجلة وردتنا في هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أفادت وكالة رويترز للأنباء أن ناقلة تابعة لمولودوفا تعرضت لقصف صاروخي قرب مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود. تذكيرا أيضا بالعواجل التي وردت في هذه الساعة الإخبارية أن بولندا أعلنت استعدادها لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، كما أكدت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بوتين ولافاروف. أيضا في آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة قد تدفع 5 ملايين لاجئ إلى الفرار، كما نتابع أو كما هذه اللقطات التي كانت تردنا على مدار اليومين الماضيين، توافد اللاجئين عبر الحدود نزوحا من أوكرانيا إلى بولندا. أيضا ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المركبات العسكرية الأوكرانية دخلت بالفعل العاصمة الأوكرانية كييف للدفاع عنها، وفي وقت قد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات الجيش تعتبر حاليا في مهمة دفاعية عاجلة عن العاصمة.